انت حزب الاهلي في مستودع ليس بالصف الورق ثم عبدت البلاد لا بشر انت ولا مرقة واعلب بل نطفة تركب السفينة وقد الجم نصرا واحله الكرب ورد نار الخليل مكتتبا يولي فيها ولست تحتجب تنقلب من سالب الى رحم اذا مدى علم بدا تبكو تحتوى بيتك المهيمن من اندفاع عليا تحت حنتك وانت لما ولدت اشرقت الارض وداءت بنور تربو ونحن في ذلك الديار وفي النور وسبل الرشاد نحترق اللهم انا نسالك وجاه الممدوح عندك والمادح ان تعظم حزنا بذلك النور والديار وان تهدينا يا سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل النشاط اهاجم والكون لم تفتح له اغلاب ايروم مخلوق ثناءك بعدما اثنى على الخالق الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحه متيبت في الدفن بهيم جبينه كله مسلم اسباهي رجا المتوكد ومن كان او من ذا يكون كاحمد نظاما لحق او نكال للموحد عغر عليه بالنبوه خاتم اذا مدى عالم تحت حدنته انت لما ولدت معه متجرا برد كالبدر جلى ليلة الظلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما سأقت ومن له الحسن فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتيته لبديه برات الاستقبال ومن خاتميته برات مختم الكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك امام حضرتك ملكك وذريك شريعتك المتلذذ من نورك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دور علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى عنا وعن والدينا آمين يا رب العالمين لي سادة من إذهم أقدامهم فالجبال إن لم أكن منهم فليس بحبهم إذ وجا فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا سواك يا طرفي أعلم بشهر المولد شهر العلا وسدد شهر النبي أمدي شهر ربيع الأول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبونا فوري واللوكتي كما ببان
أنا تشامن مهند زمان. أتكيتي مونتاروني سبو دمرنا حيوان أني صلى الله عليه وسلم من يما لمبي دا سوكا 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 زنتوكا ما سوما على ما سوكم سروا تندا غابا بامو شوهم الشيخ عمر التجاني إمام قولا غابا بامو ناشنال تشيف إمام هر زواغا ميسونا مالا نبلجون هر كغنغرو زواغا سورا مالا سوشا جوتي دا نوانا مالا معازو ينادي wanda nace malam ma'azu ko bai wa'azi ba yayi wa'azi yayi dashi zuriya da dan wana malam aminu ramadan a jagorancin babban malamin mu shehun mu fadilatu sheikh alhaji abdul wadud harun muhammad matsayin dukkan jama'a ina isar da gaisuwa zuwa ga wanda take ita ce qurratul aini na wannan lokaci السيدة الحاجة فتيحة الخير دقورمو يما ولما شوفنا إبراهيم الناس تتي سيدتنا أم هانا تعرينا حكا ناهمو سركي واندا يكي قرقوا نسرابنا الزنبو دسورا دكا مالوما دسرابنا زي تاري هاي هو النبي أتقيتش سبر قوري واللوكتي هو يا سيدي عبد الله يا أولي نانا آمنا أتكم وطن رجب رن أكا دور أولي لأنغو يشغل لكن بيتاكن سا أرانا الله يقدر أوكا تشكم واند مكي تارونا سبوريشي وانا اللوكا تن تيبا بمبا كو شيني شوك بمبا عند بآدم يضو تيات بشارة wanda yake shine shugaban mutanen farko da karshe shine wanda ke cikin cikin ganaki haka dai ta kama ganin annabawa har zuwa cikin watan Rabiul Awwal a cikin watan Rabiul Awwal farkon wata ash-shabiyu daren shabiyu tana ganin bayin Allah suna taya ta bushara na lokaci ya kai na samu saukan ciki ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana amina ya dace a randa za ta haifi annabi a lokacin baban annabi ya rasu shi sayyidi abdul muttalib yake al'amarinta ya fita ya je gindin ka'aba al'adar su na ibada tana zance a zuciyarta abin da ke zuwa ma mata na haihuwa idan ya same ni wanga lokaci ba kowa ya yanke nan atake Allah ya fara nuna mata babban mu'jiza na shugaban mu annabi Muhammad sai daga bangwayen dakin da suna tsatsagewa mata waɗansu dogaye masu haske masu kamshi masu kyau suke shigowa ta yatan murnan haihuwar annabi Muhammad daga nan Allah ya ba matan hurul aini matan gidan aljanna izini duk su sassauka su je gidan ma'aiki gidan Abdullah baban annabi su taya nana amina abinda zai faru a yau daga nan ne uwar ma'aiki ta ce she ta kama ganin waɗansu abubuwa daban-daban daga cikin abin da ta gani ta ce Allah ya yaye mata shamarkatai daga ɗakinta tana ganin inda kullum rana ke fita daga ɗakinta tana ganin inda kullum rana ke faduwa daga nan Allah ya yi mata wani irin baiwa daga cikin gidanta ɗakinta tana ganin dogayen gidajen saman waɗansu ƙasashe masu nisan wuri cikin haka inji uwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma kabira wal karim lokaci ya kai da malam zai karanto mana yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya sai dukkanmu mai niyyanmu a yayin da aka ce annabi ya yi bakonci duniya
هو كوا هدايا سوى النبي محمد الشمال من الكرنتا زي بعد ناشا هدايا سبب مدربك بكاتو يا يوى تروتا يا من يوى رشيد لافيا مزاجي بسام ماتن اوريبا ماتن وسوسوسام مزاجي اوريبا وس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 
kenan kisa kada ka bari a ce ga annabi ya zo ka bada naka hadayan ba sayyidina Amina daga nan tace sayyida daga dakinta tana ganin wa'ansu mala'iku na Allah suna rike da wani buta mai haske a sararin sama'u hasken wannan butan tace mata dukkan sama sayyidatuna Amina tace daga nan ne ta kama ganin wa'ansu jama'an mala'iku suna ta shawagi a sararin sama suna kaiwa suna kawowa cikin haka tace ta yi wa'ansu sun tsaye a gidanta sun tsaye suka shigo cikin gidanta sun tsaye tana cikin daki ta samu wa'annan jama'an mala'iku tsaye daga nan ita uwar annabi wai sai wani ya taba mata zuciyarta na saukar mala'iku to sai tana jin zuciyarta na wani bugawa yana tattabawa yana wani alamu na irin na mace sukai sai wani wannan kursu mai haske in ji uwar annabi Muhammad wai sai ya buɗe fuka-fukansa guda biyu masu albarka ya shafi ƙirjin nan nata a inda take ji a zuciyarta da farko sai abin nan ya tafi gabarinta in ji uwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce daga nan ne sai Allah ya mata wani irin baiwa ta ga ƙarfafa da wani farin kalle daga sararin sama ana gaya mata wannan farin kallon a cikin ɗakinta ana ce da ita da zarar abin da ke cikin cikinki ya sauko a lullube shi da wannan farin kallon a nan maulanmu Shehu Mushau Ibrahim Manyas yake fatawan cewa ai tun ranar haihuwan annabi na saukowa wannan farin kallon ya nuna wani sirri na aje farin kalle a tsakanin mu ɗan ɗari da azabu ya in muna wasifa Allah ya kaddara in ji sayyidatuna Amina cikin haka sai ta ga wa'ansu mala'ikun daban suna riƙe da wata tutoci guda uku suka je da tutan farko suka kafa a gabas suka je da tuta na biyu suka kafa shi a yamma suka je tuta na ƙarshe suka ɗora shi a kan ka'aba wannan irin bayani da nake yi nikan faɗi ni in na maulidin annabi in na kai inda na Amina take maganganun annabin ga nakan tuna da shehu don shehu kan ji daɗi yana yabonta yana wa mara'atuhu min ajab aminatun muhina nasaba سبابتن من بكتارا بسجدة المحتاج من عجب آمنة هنا نصف سبابة ثم اقترى في سجدة المبتهل تعليات ربي بقلة شفيقي بالمنك البديع أمجي
jama'a ana cikin rana yau zan fasar ta baitin da fas zan daurin haihuwa yaji uwar annabi wai sai kishiruwa ya kamata aka bi ko mata da wani kop mai ruwa mai sanyi mai zaki da ta shawon ruwan ya sauka mata a ciki ya sauka mata a cikin ta inji uwar annabi sai ta ji wani haske ya shigo cikin gidan haske ya shigo cikin ɗakin nana Amina haske yayi yawa yana takaruwa haske yana takaruwa inji uwar ma'aiki tace haske ya shige ta har ya lullube ta matuƙa ta kai fagen bada ganin kanta da kanta cikin kanta saboda ƙaranin hasken kamar shehu yadda yake cewa wa zalika al-yawmi an-nuru yatazayyad wa tazayyad tazayyad wa tazayyad cikin wannan hali inji uwar annabi Muhammad bar sa abin da zai faru ba sai ga saukowar Allah wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam سنلقي يا مالي وريه يا فوضى وكلم عشرين توبى لمن سنلقي يا مالي وريه يا فوضى